تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بأحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة. عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة للتصويت على مشروع قرار جديد بهذا الشأن. قد كانت فظيعة للجانبين، وقد قوضت الثقة الهشة بين الشعبين، وقضت على أي شعور بالأمن لدى الفلسطينيين كما لدى الإسرائيليين. وبصفتنا أصدقاء للجانبين يؤسفنا الوضع الراهن، وتصويت سنغافورة اليوم يعكس رغبتنا الحقيقية بأن نرى الطرفين يستأنفان المفاوضات المباشرة بحسن نية ويتمتعان بالشجاعة لاتخاذ الخطوات الأولى الصعبة ولكن الشجاعة الضرورية من أجل سلم دائم ومستدام. نقر بأن هذه العملية ستكون طويلة ومؤلمة، فإن بناء الثقة وإعادة إطلاق الحوار يجب أن يبدأ الآن. لدى الطرفين حقوق مشروع ومسؤوليات مشتركة وتسويات صعبة يجب التوصل إليها من خلال المفاوضات المباشرة. ثانيا، سنغافورة دعمت هذا القرار عملا بدعمها الدائم والمستمر لمبادئ القانون الدولي وتنفيذ كل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. قرار الجمعية العامة 181 من ضمن قرارات أخرى قد قسم فلسطين إلى دولتين يهودية وفلسطينية، وقرارات مجلس الأمن 242 و338 دعايا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في حرب الستة أيام. القرارات التالية قد أشارت صراحة إلى حل الدولتين. لسوء الحظ هذه القرارات لم تنفذ يوما. Council had expressed support for an international conference in accordance with UNSC resolutions 242 and 338. Most importantly, the PLO